المستوى الدراسي باك بليس دو، اشتغلت كحارس للسيارات لمدة 20 سنة على مستوى ساحة المحوسة، متزوج وأب لثلاثة أطفال وزوجة مريضة بمرض السرطان، بحيث أن مدة العاج وصلت لها حتى 75% تقريبا. السيدة هذه اللي صفتها باش داوى قبل الجائحة لمدينة فاس في المستشفى الجامعي، ونظرا لهذه الجائحة وهاد الظروف ديالها بلعوا عليها نعامة سيدي تمايا وقطعوا عليها العلاج، وانا وليداتها مكرفصين هنايا، وهي نعامة سيدي زاد لها المرض، بحيث ان هذا المرض هذا وصل لها حتى الرجلين ديالها، بحيث انه كان عندها واحد السرطان على مستوى القولون، وتحول لها الاورام خبيثة، وصلت لها الكبدة، وصلت لها العنق ديالها، بحيث ان رجليها تنفخات وما ولاتش تقدر تزيد. الله يجازيكم بخير، تنتمنى باش تساعدوني وتعاونوني. انا ضحيه، واللي زاد كمل عليا نعم سيدي هو انني تقطع لي رزقي تقطع لي رزقي في المحطه اللي كنت نشتغل فيها، واللي اشتغلت فيها لمده ديال 20 سنة، ونظرا لهاد الظروف ديال هاد الجائحه وليت ما تلقى حتى ما ناكل، وليت عازز امام الظروف ديال المرض ديال الزوجه ديالي ولقمه العيش. بغيت نفرح هاد الوليدات هادو، بغيت نفرح هاد المرأة هادي، ما بغيتش وليداتي يتشردوا، اللي يخليكم الله يجازيكم بخير، ما بغيتش وليداتي يتشردوا، وبغيت نفرح هاد المرأة، واخا ما عنديش واحد الجهد غير بواحد الحاجة بسيطة، هاد الإنسانة هادي اللي عاشت لها نعم سيدي سنين، وتتمشي نهار على نهار قدامي، هاد السيدة هادي نعم سيدي اللي بغيت نفرحها غير بواحد الحاجة بسيطة، هاد السيدة هادي اللي تظلمات في هاد الظروف هادي ديال الجائحة وتحرمت من العلاج، وصلت الحالة ديالها نعم سيدي يرثى لها. هاد الوليدات هادو صغار اللي ما حيرسي نعم سيدي نطيب ليهم، ما حيرسي لقمة العيش، وليت عاجز. الله يجازيكم بخير، تنتمنى باش تساعدوني، تنتمنى باش تساعدوني. انا ضحية من الضحايا ديال واحد الصفقات مشبوهة ديال محطة كراء السيارات في مدينة الناظور. هاد الشركات هادو اللي لمدة ديال عام وست شهور ما خلصوش البلدية، وقانونيا علما ان هذه الصفقات تتقدر بالملايين، وقانونيا وفقناش التحملات الا ما توصلتش البلديه في ظرف عام في ظرف شهر وخمس ايام بالمستحقات ديالها خصها تلغي الصفقه. هاد الشركات هادو اللي نعم سيدي اشتغلوا لمده ديال عام وست شهور بغير مراقب او محاسب، وما خلصوش البلديه، وسيستغلوا ومازالين باغيين يستغلوا، علما ان هاد الصفقه هادي سالات في هذا الشهر هذا. سعادة عامل الإقليم، أنت الأمل وأنت الحكم وأنت العدل، رئيس المجلس البلدي، أنت واحد الإنسان تيقولوا عليك أنك واحد الإنسان طيب وبغيتي تخدم البلاد. واحد الشركة اللي احتكرت الناظور لمدة ديال 20 سنة، اشتغلت معاها نعم سيدي بعقود، وهذه الشركة هذه اللي كانت تضم حوالي 45 عامل، حتى واحد ما مسجل في الضمان الاجتماعي لمدة ديال 20 سنة. من بعد هذه الشركه هذه كانت تستغل الناظور عن طريق التجديد، وقانونيا وفقنا التحملات، وعندي وثائق ما يثبت ذلك، وراء الارشيفات في البلديه عندي وثائق ما يثبت ذلك. هذه الشركه هذه استغلت لمده ديال 20 سنة على مستوى المركب عن طريق التجديد، وقانونيا وفقنا التحملات، هي عباره عن سنه واحده قابله للتجديد. من بعد هذه الشركه هذه سالت الصفقه في العام اللي فات، واستغلت لمده ديال 6 شهور نعم سيدي بواحد السومه كرائيه ديال 4 مليون و500، 6 شهور وما خلصتش البلديه. من بعد جابت واحد الصفقه مشؤومه، هاد الصفقه هادي اللي غابت فيها نعم سيدي، غاب فيها التسيير وغابت فيها بزاف ديال المسائل. المهم هاد الشركه هادي، هاد الصفقه هادي مشات ب 14 مليون، اي ما يناهز 168 مليون في السنه، ودابا عام ونص ما تخلصتش البلديه، اي ما يناهز 195 مليون اللي مشات من المستحقات البلديه. تنتمنى منكم الله يخليكم باش تنظموا هاد القطاع، تنتمنى منكم نعم سيدي باش تسنوا واحد القوانين التجاريه، هاد الناس هادي تتستغل وتتبدل الاسماء ديال الشركات وتدخل في صفقات اخرى. نطلب منكم باش تعاونوني، راه ظروفي ما معلم بها غير الله. الله يجازيكم بخير. المراه ديالي الزوجه ديالي تتعاني، والزوجه ديالي تقريبا راه يومين ما كلاتش. القطاع العلاج يعني الموت المحتم، راه شهرين ما تعالجات، وغير واحد الناس المحسنين هما اللي مكلفين فيها بمدينه فاس، ووليداتها مرميين هنايا، ما حيتها الكبده ديالها، ما حيتها المرض ديالها. تنتمنى منكم باش تساعدوني، الله يجازيكم بخير. راه وصلت بيا الحالات ما تلقى ما ناكل، بغيت نفرح نعم سيدي هاد الزوجه هادي، ما بغيتش وليداتي يتشردوا، بغيت وليداتي الا قريت انا وضعت بغيت وليداتي ما يضيعوش. الله يجازيكم بخير، والله يرحم الوالدين.
موسيقى.